في فينيا مورجان. من المصري اليوم رشوان، الانتهاء من القانون الموحد للصحافة والإعلام هذا الأسبوع. أكد صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، الانتهاء من مراجعة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من جانب الحكومة خلال يومين. وقال عيسى إن اللجنة الوطنية في حالة انعقاد دائم مع اللجنة الحكومية منذ الاثنين الماضي، حيث يتم عقد جلسات يومية بين ممثلي اللجنة وممثلي الحكومة من وزارات التخطيط والعدل والشؤون القانونية والمجالس النيابية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتقريبا أوشكنا على الانتهاء خلال يومين من المشروع الموحد. وأكد ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية انتهاء ممثلي الصحفيين والحكومة من مراجعة الصياغة النهائية للقانون الموحد للصحافة والإعلام الأسبوع الجاري. معنا على الهاتف الأستاذ خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين. صباح الخير يا أستاذ خالد. صباح النور. أهلا، ازي حضرتك؟ صباح النور وعلى كل المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يهمنا جدا نسمع رأيك يا أستاذ خالد في هذا القانون. هو طبعا لسه مشروع قانون، ولكن كيف ترى هذا القانون، وكيف ترى من وجهة نظرك أنه سينظم الصحافة والإعلام في ضوء طبعا ما تشهده الدولة هذه الأيام من أحداث متزاحمة كثيرة؟ أولا، القانون ده هو قانون اللجنة الوطنية الأساسي الذي يتم القضاء عليه. هو قانون صنعه الإعلاميين بأنفسهم. نعم. هو قانون اجتمعوا لفترات طويلة جدا وقدموه ليرفعوا إلى الحكومة منذ فترة طويلة، وتم في البداية الموافقة عليه، ثم تعطل لفترة طويلة بسبب تغييرات حكومية متتالية. الآن هو يعاد النقاش حوله من جديد. هناك لجنة من الإعلاميين تتفاوض خلال الأيام الخمسة الأخيرة، وأظن أنه خلال اليومين القادمين سيكون قد تم الانتهاء منه. نعم، إذن مش حسأل بقى في إجماع ولا لا، لأنه حضرتك أكدت أنه هذا القانون من وضعه هم الإعلاميون أنفسهم، أنه كان في طبعا إجماع عليه. هو يعبر بشكل عام عن الجماعة الصحفية والإعلامية. هو حاول أن يستجيب لفكرة تحرير الإعلام وأيضا تنظيمه وحرياته ومسؤولياته في نفس الوقت. ولذلك وهو ما تم تقديمه، وكان تم النقاش حوله فعلا وتم إنجازه. الآن أعيد النقاش أكثر من مرة، وهذه المرة الثالثة التي يعاد النقاش فيها حوله، والذي أتمنى أن يخرج فيها بالصيغة التي ترضي جميع الأطراف. نحن أمام لجنة ممثلة الصحفيين والإعلاميين ونحن نثق فيها، وهي تقدم هذه، وهي الآن منذ خمسة أيام مع الممثلين الحكوميين. طب أستاذ خالد، حضرتك طبعا أكيد عارف أنه النهاردة بقى كل المواطنين، حتى جموع المواطنين المصريين بيتكلموا على الصحافة والإعلام، وفي كتير جدا من الأحوال أصبح الاتهام موجه للصحافة والإعلام أنه هم دول اللي بينشروا الأخبار، هم دول اللي ما بيتحروش الدقة في أوقات كتيرة وغيره. ولكن عموما سؤالي لحضرتك، أهم البنود اللي بتشوف ان هي ستنظم العمل في الصحافة والإعلام واللي مش موجودة حاليا، اللي كنا فعلا محتاجينها في هذا التوقيت تحديدا لفض اي اشتباكات الحقيقة؟ اولا، هو القانون ليس القانون كله متكامل، هو اكثر من 230 مادة. نعم. المواد كلها تتعامل مع الإعلام بشكل عام ومن خلال مبدئين اساسيين هم الحرية ومسؤولية الإعلام. نحن نحرر الإعلام من هيمنة حكومية بشكل عام ومن هي محاولة السيطرة عليه، وده اللي بيوجه الإعلام في بعض الأوقات لاتجاهات غير دقيقة، وكذلك نحرره من أي هيمنة أخرى. وفي نفس الوقت نحن نضع قواعد للمسؤولية وللحساب في حال تجاوز وفي حال وجود أي أخطاء تتعلق بأخبار غير دقيقة. ربما الإعلام الأدنى في الإعلام ليس فقط الأخبار غير الدقيقة، وهي موجودة وموجودة خلال الفترة الماضية، ولكن أننا لدينا مثلا قطاعات غير منظمة. لدينا قطاع الإعلام الفضائي هو لم يتم تنظيمه، لدينا بشكل عام الإعلام التلفزيوني لم يتم تنظيمه، والمواقع الإلكترونية يا فندم، النقابة والمواقع الإلكترونية أيضا لم يتم تنظيمها، وكل ذلك تم وضعه في القانون الحالي ليكون منظما ولا يكون هناك نقابات تدافع عن أصحاب وتحاسب أيضا أصحاب هذه المهن. الجزء الآخر، ونحن كمان أمام تطوير بشكل عام لفكرة حرية تداول المعلومات ومطالبة رئيسية بحرية تداول المعلومات. أيضا لدينا قواعد للحساب شديدة وقواعد للتصحيح وقواعد للضبط وإلزام، ومن لا يفعل ذلك ليكون مسؤولا ويكون عليها عقوبات بشكل حقيقي. هو الموضوع
القانون مبني على الحرية والمسؤولية مجتمعتين نعم، ولكن خلينا نتكلم على فكرة أن بعض من يتكلمون على الإعلام الآن هم يتوقفون أمام الخبر من منظور أن الإعلام صانعه، والحقيقة هو الأزمة في من يصنع أخبار سيئة وليس في الإعلام الذي ينقلها. طبعا عدم الدقة سيحاسب عليه. نعم، بشكرك يا فندم جزيل الشكر الأستاذ خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين. إذن هذا القانون تم الإجماع عليه من قبل الإعلاميين، هم من وضعوا بنود هذا القانون، أكثر من 230 مادة في هذا القانون. هناك قواعد للتصحيح، تنظيم العمل لكل أشكال وأنواع الصحافة والإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ومواقع الإلكترونية وغيره. في انتظار إن شاء الله الجديد حول هذا القانون لكي تكون الأمور دائما أكثر وضوحا، يعني بالنسبة للمواطن وبالنسبة لمن يعمل في مجال الصحافة